هذا وتحتفي مملكة البحرين في 14 من يناير باليوم الدبلوماسي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وأمر بتخصيصه يوما للدبلوماسية البحرينية تقديرا لمنجزاتها وجهود منتسبيها في السلك الدبلوماسي. في يوم الدبلوماسية البحرينية التي خصصنا لها مناسبة وطنية سنوية، وذلك للاحتفاء والإشادة بدورها في إرساء ثوابت علاقاتنا الدولية وسياساتنا الخارجية القائمة على الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام المصالح المشتركة لتعزيز الاستقرار والسلام العالمي. بهويتها الرصينة والتزامها بتعزيز التضامن العالمي والارتقاء بالأمن الإنساني، استطاعت الدبلوماسية البحرينية وعلى مدى عقود أن تشكل نموذجا عالميا فريدا يعكس بكل وضوح رسالة شعب البحرين وتراثه الإنساني العميق القائمة على السلم الاجتماعي واحترام الاختلاف وقبول الآخر. قواعد راسخة في العمل الدبلوماسي البحريني توجتها رؤية السديدة لجلالة الملك المفدى القائمة على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار ومد جسور التفاهم وتقريب وجهات النظر في كافة القضايا. وإيمانا وتقديرا للدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسية البحرينية على مدى 50 عاما الماضية، جاء الأمر السامي بتخصيص يوم 14 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم الدبلوماسية البحرينية، والتي تعد مناسبة عزيزة للاحتفاء بالإنجازات وبالكوادر الوطنية التي ساهمت ولا تزال في رفعة اسم مملكة البحرين ذات التاريخ العريق في العمل الدبلوماسي بين مصافي الدول الكبرى، تأكيداً على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة في الأمن والسلم والعالمي. كما لعبت المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي دورا هاما، حيث أصبحت تمثل المملكة في عواصم عالمية مهمة وتؤدي أدوارا مهمة وحساسة. المسيرة العظيمة للدبلوماسية البحرينية في خدمة السياسة الخارجية المتزنة لمملكة البحرين، والتي تسير وفق أسس ثابتة ومبادئ دولية سليمة، أضحت اليوم موضع تقدير وثقة دول العالم من خلال ما قدمته الكوادر الدبلوماسية الوطنية وإسهاماتها البارزة، والتي حققت انتقالة مهمة من دور المشارك إلى دور الشريك الفاعل عبر تقديمها للحلول والمقترحات البناءة بمختلف القضايا ذات الاهتمام الدولي، حيث باتت تحتضن العديد من المقرات والمكاتب التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية بالمملكة، الأمر الذي يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل.